عندي صحيفة وورلد تريبيون بتنشر تقرير أنا سميته مع زمايلي تقرير الفتنة. الفتنة بتمشي على قدمين في الصحف الأمريكية. هذه الصحيفة بتقول بن سلمان حاول الوقيعة بين السيسي وترامب. صحيفة زي ما انتم شايفين، صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية بتقول إن الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي عمل خلال زيارته لواشنطن على جذب الرئيس دونالد ترامب إلى المخيم السعودي وأن يتكلم نيابة عن جميع المسلمين. وأكد التقرير أن محمد بن سلمان كان في الواقع حريصا على التأثير على الصداقة الجيدة للرئيس ترامب مع الرئيس السيسي. ده على حساب مين؟ المجلة الأمريكية التي تشيع الفتنة. يؤكد التقرير أنه إذا اضطرت واشنطن أن تختار بين القاهرة والرياض فإنها ستختار الأهمية الجيوسياسية، البحر الأبيض المتوسط، السويس، البحر الأحمر، والوزن الثقافي لمصر. أنا لن أقف كثيرا عند الصحف الأمريكية. الصحف الأمريكية يا سادة بيننا وبين السعودية حالة من حالات عدم ربما الوئام في كل القضايا، فيه تباين في وجهات النظر في بعض القضايا، لكن هل يمكن أن يتم فصل توائم؟ أنا لا أعتقد. محاولة أمريكية من صحيفة أمريكية لشق أو تعميق الخلاف بين مصر والسعودية. احنا بنقول واحنا بنتكلم على عمل عربي مشترك وبنتكلم ان احنا المفروض نكمل بعض اقتصاديا، بنقول انه لا، انا اي خير او اي كلام او اي مقترح بيجي من هذه الصحف المأجورة اعرف ان اتحسس واعرف ان اتشكك واعرف انه اكيد لا يرغب ولا يتمنى في الخير لهذه المنطقة. تاني بقول مصر موقفها ثابتة، مصر موقفها لا تتلون، مفيش خلاف. أنا شايف كمصر القضية السورية لازم يكون في جيش موحد، دلو موحد، لا تعامل مع الإخوان. شايف اليمن لا تعامل مع الإخوان. شايف اليمن لا حل إلا بالجلوس على مائدة المفاوضات. شايف في ليبيا نفس الكلام. ربما السعودية شايفة منظور آخر، لا يمكن أنه يفسد الود قضية الخلاف. إحنا متمسكين برؤيتنا للأمن القومي لأننا دولة عارفة حدودها وعارفة إمكانياتها وعارفة أهميتها وعارفة العلاقات الدبلوماسية كيف يتم رسمها. وجود كلام في الصحف الأمريكية بين إشاعة بين فتنة، أنا أتصور أنه مصر والسعودية والدول العربية ستكون تفطن لهذا، وخلال الساعات القادمة سوف نرى ما تسفر عنه اللقاءات المرتقبة إن تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي من ناحية والملك سلمان ابن عبد العزيز من ناحية أخرى.